حضري العشاء. راح فين؟ خارجة. هو ايه اللي خارجة؟ من غير ما تقولي؟ وانا لو قلت لك يعني هتقولي لا؟ اتعيد لي في كلامك. اتعيد لي في كلامك دي. بعدين في ايه مكبر الموضوع قوي كده ليه؟ كل الحكاية ان انا عارفة انك مشغول ومش فاضيلي، وانا قاعدة في البيت ماليش اي لازمة، فخارجة اتهوى شوية مع صحابي فيها ايه يعني؟ ده غير بقى ان انا استأذنت من بابي. بابي طب يا بابا انا جيت خلاص مفيش خروج. عشان بعد شوية يجي لك تليفون وتسيبني وتمشي كالعادة، هو انا بقى لا طولت ده ولا ده مش كده؟ انا مش خارج. خلاص قاعد. وهنقعد بقى في البيت نعمل ايه؟ زي المتجوزين، شوف اتنين متجوزين بيعملوا ايه وهنعمل زيهم. اقول لك انا بقى انت عاوز تعمل ايه؟ انت عاوز تقعدني في البيت عشان تبقى مشيت كلامك واستلام، وتعيش بقى دور راجل البيت وسي السيد والهبل ده. احترمي نفسك، مش انت بتقولي ايه؟ احترمي نفسك دي. في ايه؟ بتزعقوا ليه يا ولاد؟ مفيش يا عم، موضوع بسيط. فعلا؟ طب طالما هو موضوع بسيط بقى يبقى انا ماشي. استني. انا قلت مفيش خروج. مش بمزاجك. ايه ده؟ معقوله تكلمي جوزك كده؟ ما يصحش كده. بابي انت بتقول ايه؟ جوزك راجع تعبان من الشغل. قال لك اقعدي معاه تقعدي معاه. وانت من امتى بقى بتقولي الكلام ده؟ انا بقول الحق، اسمعي كلام جوزك. ماشي. انا مش خارجه، بس انا بقى طالعه انام. ولا دي كمان عاوزه استئذن؟